استاذ احمد السيد، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك يا استاذ عبد الناصر. يا هلا يا ابو حميد، وحشنا. انت اللي وحشني كتير ومتعلق دايما، وبحييك وبحيي كل متابعينك المحترمين في كل مكان. قول لي يا احمد، يعني مش تقول لي، طب تتصل بيا تقول لي ان في حمله النهارده معموله عليا وشغالة من بعد صلاة الجمعة، وأنا متصدر تويتر، وموضوع العضوية قلب مصر رأسا على عقب. مش تقول لي يا أبو حميد الكلام ده، أنا ما بشوفش العيال الوسخة دي. طب قول لي وانصحني. لا، احنا عايزين نطلع كلنا زيارة لنادي الزمالك، بما إن الكارنيه العضوية رجع وأنا هدفع ثمن التذاكر، وكلنا نكون موجودين في نادي الزمالك. بص، نادي الزمالك نادي محترم جدا، وهم كل همهم عايزين يصدروا ازمات للجنه وللنادي باي طريقه. يعني لسه انا النهارده بسال، وانا عايز اسالك سؤال، ادينا مختلفين انا وانت مع ابراهيم عبد الله في موضوع الباسكت، لكن النهارده انت كجمهور زمالك كنت عايز ايه؟ الراجل قال لك استقيل لو لعبه، وصح ولا انا غلطان؟ النهارده الراجل استقال، فده بالنسبة لهم من المفترض يبقى موقف تاريخي. مسكوا الراجل، شتموه، بهدلوه. تبين ايه الفايدة كده؟ حاجة غريبة. يعني الراجل بينفذ لك اللي انت عايزه حتى لو غلط. ما هو الموضوع كله يا استاذ عبد الناصر من البداية غلط. وده اللي خلى الراجل عمرو فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، يعني اللي خرج عن صمته بالأمس، يعني في مداخلة على ام بي سي، يعني قال لك حتى انا فضلت صامت ثلاث ايام وشفت مهازل كتير، ولكن لا، كان لازم ان انا اتكلم واوضح. قال لك مجلس اداره نادي الزمالك تاسفوا لينا على اللي حصل، وكلهم اعتذروا على اللي حصل، وللاسف فوجئ ان الناس طلعت تتكلم ان العمري فاروق هو اللي طلب اخراج لاعب بعينه. قال لاعب مين؟ ولا مجلس الاداره حر. لدرجه الراجل من احترامه لرئيس نادي الزمالك قال لك انا مش هرضى اتكلم واقول اتقلي لينا ايه، علشان ما نحرجش طرف مجلس اداره نادي الزمالك. ووضح بمنتهى الامانه، ولا كان ليه طرف في اخراج لاعب من عدمه، وفي لائحه بتطبق، وقال لك نادي الاهلي ونادي الزمالك اكبر من مثل هذه الامور. وفضلنا قاعدين ساعه ونص مستنيين، وخلينا اللعيبه موجوده علشان نقدر نكمل المباراه، والمراقب هو اللي قرر بعد نص محاولات وفشل اخراج الجماهير، هو اللي قرر خلاص اعتبار المباراه لاغيه. طب يبقى ليه اعمل انا فيلم واصدر مشهد للجمهور غير الحقيقه تماما؟ للاسف وكل الناس عارفه، اصل احنا المباراه ما كانتش في مصدر الامور، يعني المباراه كانت في صاله نادي الزمالك، وقناه نيل الرياضه نقلت الحدث، وكل الناس كانت بتتفرج على الهواء. فالناس اللي تقول لك اصل ما حدش دخل، اصل مش عارف ايه، الكلام كان واضح، وانت عرضت الفيديوهات صوت وصوره، فخلاص الامور واضحه للكل يعني. فللاسف انا شايف ومعاك ان في طبعا محاولات لاحراج مجلس اداره نادي الزمالك، انا متفق معاك 100%، ولكن برضه هما بمنتهى الامانه لازم يبقى عليهم يعني يبذلوا مجهود اكتر من ده في ادارتهم لنادي الزمالك، سواء من خلال تصريحاتهم، سواء من خلال ادارتهم، سواء من خلال انه يتبنوا علاقتهم مع الانديه المختلفه. ما ينفعش يبقى في تصريحات على عكس الحقيقه، حتى ولو كانت يعني محاوله لتهدئه الجماهير ولا تهدئه جماهير السوشيال ميديا. مش ده نادي الزمالك، او مش ده اللي بنتمناه. الانديه العظيمه، الكابتن حسن حلمي رحمه الله عليه والكابتن صالح سليم، كده هما ليه مقولة مشهورة كانوا مع بعض، وكانوا بيتكلموا على جمهور كان بيطالب باعتزال الكابتن حسن شحاتة. فكان في مقولة شهيرة للكابتن حسن حلمي قالها بعديه الكابتن صالح، لأن الكابتن صالح كان بيعتبر حسن حلمي أستاذه. قال لك إيه؟ المدرجات لا تدير الأندية الكبيرة. أقول لك على حاجة، أنت هتستجيب لسوشيال ميديا وهتلغي عضويتي، أنا بقول لك أهو، أنا أتشرب بأي قرار تصدره على الهوا، أهو أنا بتشرب بأي قرار تصدره. أنت رجعت حق، عايز تسحب هذا الحق، إديني فلوسي شكرا بس. ولك بص، وعايز أقول ولك مني كل احترام وتقدير، لكن اوعى تفكر انك انت هترضي سوشيال ميديا. طب ما انت هترضي سوشيال ميديا وهتلغي عضويتي وانا هسكت لك؟ يعني لا، ما هو اكيد الحق المفروض ما تزعلش حد يا سيدي الفاضل. سوشيال ميديا لا تدير الانديه، سوشيال ميديا لا تدير الانديه، سوشيال ميديا لا تدير الانديه. بقول لك ابراهيم عبد الله النهارده عامل موقف تاريخي واتشتم،
عماد عبد العزيز قعد للساعة 2 بيطلع العيال من الاسم وتشتم. ولو بكرة ولو بكرة الزمالك خد بطولة أفريقيا مع اللجنة دي هتتشتم. ولو لغى عضوية عبد الناصر زيدان هيتشتم. وأيا كان هيعمل هيتشتم. فما السوشيال ميديا ما بتديرش الأندية الكبيرة. وأنا بقول لك أهو على الهوا، أنا بعلن على الهوا، أي قرار حضرتك هتاخده أنا متقبله، بس حضرتك لو خدت قرار بإلغاء عضويتي تكرم عليا واديني فلوسي عشان تعالى بيني، وأنا شكرا ليك وما عنديك مشكلة، أتشرف بعضوية الزمالك، وإن رفض الزمالك عضويتي فشكرا جزيلا. أهو كلام في منتهى الأدب، لكن أنت هتظلمني زي ما غيري ظلمني مش هرحمك. وتحمل اللي هيحصل لك وخلي اي حد ينفعك. انا كلامي واضح، اديني حقي. عايز تناقش موضوع العضويه حضرتك؟ احنا بنعتذر للاخ عبد الناصر زيدان عن العضويه، وحضرتك دفعت جنيه على خده، كفى الله المؤمنين شر القتال. ولا عندي مشكله، ولك مني كل الدعم والمسانده، لكن هنبلطج وتاخد مني عضويتي ومش عارف ايه. انا انتقدت الاهلي بعدد شعر راسي، وانا عضو عامل في الاهلي مفيش حد استدعاني مره للتحقيق. لكن اذا كان واد سكير واد شمام بيديروا النادي وانت قاعد، لا يبقى تحمل بقى، هتبقى ايامنا عنب مع بعضنا. ادخل على النادي الاهلي وطمنا ماذا يدور في السودان. هو بس سؤال، محيط نادي الزمالك، يعني كنت في محيط نادي الزمالك منذ ساعات كده، فوجئت ان يعني وكأن نادي الزمالك هو اللي في سكنه عسكريه. يعني كان في كميه امن محيطه بضباط النادي الجديد، لان الامن بيرصد اللي شغال على السوشيال ميديا وبيعمل تامين استباقي، لكن ما فيش حاجه خير الحمد لله. بيعمل، انا معدي المعلومه عشان كده بسالك. والله اقول لك على حاجه، سبع سنين الزلنطحي بيهدد في مصر كلها، كبيرهم الابن الجزمة الحرامي، شفت حد عمل حاجة؟ لا طب يا راجل اشتري دماغك، شوية عيال تافهة، شوية عيال أجيرة. يا راجل اشتري دماغك، شوية عيال أجيرة، في اللي بيستلف وفي اللي مش لاقي ياكل. أقسم بالله العلي العظيم يا أحمد، كانوا بيكلموني ما بقول لك، أنا معايا صور تحويلات بره مصر وجوه مصر للعيال دي وتسجيلات. النهارده هتشتم تقوليها ضد عبد الناصر زيدان، هتقوليها ضد ابو المعاطي زكي، هتقوليها ضد العتال، هتقوليها ضد ممدوح عباس. عندي ملف كامل وتقدمنا بيه للنيابه وما رضيتش اعرضه لغايه دلوقتي، وليه وقته، ليه وقته، بس عشان خاطر في تحقيقات فيه. كل اللي قدش هينفعها خلي بالك. واديك شفت العيال اللي اتحبست 10,000 جنيه كانت بتتلم ازاي. خلي بالك مفيش حد يمتلك يجيب سندوتش، ده كلها عيال وهم على الفيسبوك. والتليفونات اللي شاريها قسط واللي شاريها سلف كلها شويه مرتزقه، عيال اولاد كلب جزم يعني ما تربوش، وبيتقوتوا من السوشيال ميديا. ربنا يهدي الجميع والله يا استاذ عبد الناصر. يعني حضراتكم انا برد على اللي بيشتمني، اللي شايف اني انا برد على اللي بيشتمني هذا حقي يقول لي ما تردش، لو مش عاجبه يطلع من اللايف. انا اي حد يغلط فيا هرد عليها. اضف الى ذلك برضه ان الامن مشدد في مصر كلها عشان موكب نقل الملوك والموميات الملوك اللي في العالم كله بيتفرج عليها، وحاجه تخلينا نفتخر ببلدنا. دي بصراحة يعني زي ما انت قلت حاجة محترمة جدا. بكرة يمكن انظار العالم كله هتروح الساعة 6 علشان تشوف الموكب الجميل ده، ويمكن حتى كلنا شفنا الاعلانات، وهيبقى متذاع على اليوتيوب برضو، على قناة اليوتيوب الخاصة بوزارة الثقافة. حاجة محترمة يعني، كلنا هنشوف نقل 22 موميا من ميدان التحرير لمدينة الفسطاط ومتحف الحضارة الجديد. حاجة محترمة فعلا يا استاذ عبد الناصر، يعني احييك في الموضوع ده. كلنا هنستمتع بكره باذن الله ونفخر بكوننا مصريين ان شاء الله. يعني طبعا ربنا يجيب ان شاء الله الامور كلها سليمه ويحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نروح للسودان. نروح للسودان، والاهلي بيختتم استعداداته المرام الاخير قبل اللقاء اللي هيقام زي ما الكل يعلم خلال ساعات في الثالثه عصر اليوم السبت، مباراة مهمة ما بين النادي الاهلي والمريخ السوداني، وهي المباراة قبل الأخيرة للنادي الاهلي في دوري المجموعات الأفريقي. خلينا نبدأ بالمؤتمر الصحفي اللي كان متواجد
موسيماني بصفته المدير الفني وايضا الشناوي بصفته كابتن الفريق. موسيماني تحدث بان الفريق جاء للسودان من اجل الفوز ومن اجل تحقيق يعني نتيجه تسعد اللاعبين وتسعد الجماهير. موسيماني اتكلم كمان ان هدفه هو تصدر المجموعه، ولكن قال تحقيق الفوز مش بس بالامنيات او مش بس بالتمني، هو عايز يعني يؤكد الثقه بان اللعيبه عليها بذل مزيد من المجهود، مزيد من التركيز من اجل حصد الثلاثه نقاط. موسيماني كمان اتكلم وقال ان الفريق عليه انه يعمل يعني حاجات كتيره جدا علشان يقدر يحقق النتيجه وهي نتيجه الفوز. في نفس الوقت موسيماني اتكلم على يعني فكر التدريب جنوب افريقيا، هو قال الموجود هنا مش علشان جنوب افريقيا ولا علشان كده، هو موجود علشان يعني يضرب النادي الاهلي ويحقق نتيجه للنادي الاهلي. وقال يعني فكره عودته لجنوب افريقيا في هذا التوقيت يعني مش في حسبانه، هو كل تفكيره فقط التواجد مع النادي الاهلي وتحقيق طموحات وحلم وجماهير النادي الاهلي. في نفس الوقت يمكن الشناوي حارس المرمى تحدث برضه وقال ان اللعيبه تعهدت على تحقيق الفوز، وقال ان هدف الفريق برضه هو تحقيق المركز الاول. الشناوي كمان اتكلم وقال ان كل اللعيبه درست فريق المريخ السوداني، وقال المريخ السوداني من الفرق القويه، وكونه انه اخر المجموعه ده امر يعني مش هيسبب ان يخلي المريخ فريق ضعيف قدامنا، قال بالعكس المريخ فريق كبير وفريق قوي. قال احنا جينا للسودان من اجل تحقيق الفوز وهنسعى لده، ونتمنى في الاخر مباراه تليق بفريقين عربيين بيربطهم علاقه محترمه طوال التاريخ. يعني كلمات محترمه بصراحه من موسيماني والشناوي ما قبل هذا اللقاء المرتقب. بالمناسبه كمان الاستاذ خالد الدرندلي يمكن كان ليه حديث والتقى حتى يعني على هامش المؤتمر الصحفي فيما بعدها ب يعني طبعا الاستاذ خالد الدرندلي امين الصندوق ورئيس بعثه النادي الاهلي. يعني اهدى يعني اهدى شعار النادي الاهلي وعلم النادي الاهلي لرئيس نادي المريخ السوداني، ووجه الشكر لنادي المريخ السوداني على حسن التعامل مع النادي الاهلي. حتى كان في اشاعه طلعت ان النادي الاهلي يعاني في فندق الاقامه من نقص المياه وان ما فيش ميه في الفوق، النادي الاهلي نفى هذا الامر وان الامور الحمد لله كويسه جدا، والتواصل مع السفير المصري في السودان يعني اكدت ان الامور كويسه جدا ما فيش ادنى مشكله. والسفير قال ان ما فيش يعني ما فيش ازمه ميه والدنيا زي الفل. صح لان الناس للاسف كتبت هذا الموضوع. كابتن سيد عبد الحفيظ كمان شكر مسؤول المريخ السوداني وقال لك وفروا لنا كل اساليب الراحه، وما قيل ان في نقص ميه وفي ازمه ميه في فندق الاقامه، وكلام كتير كده تم في الموضوع ده، لكن الاهلي نفى هذا الامر تماما يعني. وده كان مهم برضه علشان الناس اللي للاسف بتحاول تشعل يعني ما قبل المباريات المهمه، فيعني لا ما فيش هذا الامر تماما يعني. خلينا نقول دي المواجهه الثالثه بين الفريقين في دوري ابطال افريقيا. الاهلي في المواجهه الاولى فاز 3-0، لكن الاهلي لم يحقق الفوز ذهابا وايابا على اي فريق سوداني في بطوله افريقيا عموما. يعني نتمنى الاهلي كمان تحقيق باذن الله انتصار مهم في هذا اللقاء. برضه مهم ان انا اوضح ان اللقاء مذاع على قناه بي ان سبورتس بتعليق حفيظ براجي، قناه بي ان سبورتس 4 هي اللي هتذيع المباراه. برضه من ضمن الاخبار الحمد لله كل اللعيبه احنا قلنا عملوا مسحه منذ ساعات، نتيجتها الحمد لله طلعت سلبيه زي ما الدكتور احمد ابو عبله قال، سلبيه مسحه كل اللاعبين والجهاز الفني بالكامل. كمان على هامش المؤتمر الصحفي كان بعديها طبعا الاجتماع التنسيقي اللي خاص بالمباراه، تم الاتفاق النادي الاهلي يلبس الزي البديل طبعا المكون من القميص الرمادي والشورت الاسود والشراب الاسود، يعني على ان يرتدي طبعا فريق المريخ السوداني بصفته. ايوه احمد رحت فين؟ احمد نعود الاتصال مرة تانية بالأستاذ أحمد. حفيظ براجي يا جماعة هو معلق المباراة. حفيظ براجي هو معلق المباراة. حاضر يا أستاذ محمد زكريا. عينيا. عينيا يا أستاذ محمد. بارك الله فيك. يا أستاذ أحمد الأهلي هيلبس الزي البديل بتقول.
نعم؟ الاهلي هيلبس الزي البديل. زي رمادي. لك الرد راجل لو حد كان بيسال. ما احنا ردينا. اتفضل. لان الناس برضك علينا شويه ان معلقنا جاي يكون موجود وهم مش بيتفائلوا بيه الصراحه يعني. فالحمد لله حفيظ براجي موجود يعني استعنى بتعليقه وان شاء الله يكون وشه خير على الاهلاويه كالعاده يعني. فلابس الزي الرمادي والفريق المريخ السوداني بسمته صاحب الارض والجمهور هيلبس الطقم الاحمر بالكامل. ده الاجتماع التنسيقي يعني حضر مسؤول النادي الاهلي مع مسؤول المريخ السوداني. خلينا نقول في المران كان واضح ان موسيماني هدفه انه ما يزودش الجرعات البدنيه ولا الفنيه يعني في المران حرصا على ما يكونش فيه ارهاق للعيبه. المران الاخير كان اقيم على احد الملاعب القريبه من فندق الاقامه. في نفس الوقت يعني كان في بعض الكرات العرضيه موسيماني حاول يطبق الجمل الفنيه حتى التقسيمه كان وقتها يعني قليل جدا لم يتجاوز ال 20 دقيقه تقريبا. كان في محاضره يمكن برضه فنيه في فندق الاقامه وكان في محاضره اخرى برضه يعني فندق الاقامه كانت بالفيديو وكان في محاضره ايضا فنيه في ملعب المباراه. برضه سامي قمصان يمكن كان ليه كلام مع اللعيبه على ضروره التركيز في المباراه واتكلم كمان ان النادي الاهلي دايما التواجد في السودان بيرفع من روحه المعنويه والمباراه تبقى يعني في درجه حراره مرتفعه وهيزود ده الامر ده هيزود العيب البدني على اللعيبه. ولكن قال ان لعيبه النادي الاهلي اعتادت على مثل هذه الامور واعتادت على مثل هذه الظروف وده بيزيد يعني حماس لاعبي النادي الاهلي ان هم يظهروا بمظهر مشرف يعني باذن الله. المران زي ما انا بقول يعني من الواضح ان موسيماني مش هيخرج من التشكيله القريبه انه يقدر يلعب بيها سواء في تواجد الشناوي في حراسه المرمى. طبعا امامه ياسر ابراهيم وامامه كمان يعني ايمن اشرف ممكن يلعب كمكان ولكن بدر بنون هو الاقرب عشان ايمن اشرف يشغل مركز الظهير الايسر ويقدر يلعب بمحمد هاني كظهير ايمن. في نفس الوقت كمان هيكون في اثنين ارتجاز يعني اليو ديانج وكذلك سوليا طبعا حمدي فتحي مصاب. في نفس الوقت عشته وحسين الشحات وايضا يعني جونيور اجاييه وربما يكون محمد شريف هو مهاجم النادي الاهلي الاساسي خصوصا تعلقه في الفتره الاخيره. ايضا موجود مروان محسن وايضا موجود طبعا والتر رضواني. بالمناسبه برضو لاعبي النادي الاهلي على هامش المران وقبل الذهاب للمران احتفلوا بعيد ميلاد عمرو السوليه وكملوا له كل سنه وهو طيب وكان ابناء بالامس احتفلوا بعيد ميلاد سعد سمير. يعني الحمد لله الاجواء في البعثه جميله مطمئنه والاستاذ خالد الدرندلي يعني يمكن الحمد لله يعني من الناس اللي دايما كل بعثاتها بيبقى فيها انضباط والتزام في عدد كل يعني رؤساء بعثه النادي الاهلي الخارجيه. ففي حال الالتزام والانضباط جوه البعثه في نفس الوقت في حاله من التركيز الفني والسفاره المصريه بصراحه عامله مجهود محترم جدا. لا يتبقى بس ان لعيبه النادي الاهلي تبقى على قدر المسؤوليه موسيماني كمان يكون على قدر من التركيز يبقى يعني كله يبقى في يعني مش عايز اقول في يومهم ان شاء الله الاهلي يبقى في يومهم. في نفس الوقت الاهلي الفوز يحققه له بشكل رسمي وباذن الله كمان يعرفه بشكل كبير من صداره المجموعه وده اللي النادي الاهلي عايزه يعمله. فان شاء الله نتمنى الاهلي يفوز في هذا اللقاء المهم باذن الله يعني. هل لديك اي اخبار اخرى يا ابو حميد؟ اخيرا بس انا اتكلمت في موضوع تصريحات الاستاذ العمري فاروق وهو اكد انه سيقاضي كل من ادعى كذبا ضده او كل من تلفظ او قال لفظ خارج ضده او كل من انتهك تصريحات على لسانه ولم تحدث ولا بعد ثلاث ايام صمت كان يجب عليه الخروج ووضح الامر للراي العام واكد انه هيلجا للقضاء للحفاظ على حقه كامله ضد كل من خرج عن النص وضد كل من هاجمه او تطاول عليه الفتره الاخيره. راجل بمنتهى الاحترام رد بالشياكه واعتقد هو ده دايما النادي الاهلي عمره ما بينجرف الخروج عن النص ضد اي حد لكن دايما الاهلي بياخد حقه بالقانون يعني. حبيبي يا استاذ احمد اشكرك شكرا جزيلا. بشكرك يا استاذ الناصر وان شاء الله بكره يعني نبارك للاهلاويه باذن الله الفوز وان شاء الله الاهلي يعني يقرب من صداره المجموعه وباذن الله يختمها كمان الجمعه بفوز على سانتا ان شاء الله يعني. وان شاء الله باذن الله كمان الزمالك يفوز مصر كلها تسعد بالاهلي والزمالك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بحييك وبحيي كل متابعينك المحترمين وان شاء الله باذن الله الفوز.
يفوز بقدر يصعد الى هيك العاده ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا يا صاحبي. شكرا جزيلا يا استاذ. يعني يا جماعه الخير لازم نتمنى الفوز للاهلي وللزمالك.